متابعي الكرام، أنا بكم في البث المباشر والعاجل من منطقة الرحمة. منطقة الرحمة، الأمر يتعلق بسميتو العافية شعلات، في واحد المركز، مركز ديال التعاون الوطني بالرحمة. الحمد لله تم التدخل ديال الرجال، الوقاية المدنية في الوقت مناسب، ولكن مع الأسف النار، داكشي اللي واحد المكتب بعا فيه وثائق مهمة كلها تحرقات، كلها تحرقات سبب الحارق. على ما أظن كاين في اللور ديال المركز كاين شي، كاين شي واحد ليسباس اللي ما مسيش أو ما محروش، من تما اندلعت ندير شدات فشي فداك كنقولوا هذاك الربيع وداك الشيء، من تما واحد النخله وصل العافيه وصلت للمكتب اللي كيتوفر فيه الوثائق، وثائق مهمه اخوان، وثائق مهمه كلها كلاتها العافيه. كتشوفوا معنا الاخوان، هذا مركز، شوفوا الاخوان، وثائق مهمه كلاتها النيران. وثائق مهمه الاخوان، كتشوفوا معنا وثائق مهمه كلها التهمتها النيران. هي شو قرعه العافيه؟ قرعه العافيه لقيناها، الله يلا قرعه العافيه. قرعة العافية ماشي أكل على العام، قرعة العافية صافي هادي راه معاها من ديال قوم نوح، شا مصدر. شوفوا الإخوان، شوفوا أش واقع في منطقة الرحمة. هذا المركز بالنسبة للإخوان اللي عاد دخلوا، راه باقي شوية الدخان هنا، شي راه خصهم شي، راه باقي شوية الدخان ها هو، تقدر تعاوتاني تشعل. هذا الإخوان المركز ديال التعاون الوطني الرحمة. الناس اللي قراب المنطقة راه يعرفوه، هو اللي حدا لامورغ، اللي قريب لامورغ. شوفوا الإخوان، شوف حسب هاد الحيط، كتشوفوا الحيط هنا ما عاليش، شوف واش كانوا كيطلعوا هنا شي وحدين كيديروا بالضبط أشواق. المهم شدات بدات من هنا، مشات لهاد النخل عاوتاني مع وصلات للعلو الفوق وداك الشيء، انت هي وصلات لهاد الجهه. غير هو المكتب اللي وصلات ليه العافيه بزاف، راه هو لهاد هو المكتب هذا، حسب سميتو، انه هو الاخوان كاين غتكون وثائق مهمه في هاد المكتب هذا. واش مكتب ديال الاداره، واش مكتب ديال بالضبط، ما عرفناش هاد المكتب هذا ديال من. ها انتم الاخوان هات شو العافية في المصلات. النخلات هما كيف ما توصل بانه هاد النخل هذا ملي كتشد فيه شي عافية كتقدر تسربي، كتوزع على 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 بلايص اخرين. ها نشوف المصلات العافية، شوف الحمد لله ما كاينش شي حاجه قريبه لهنا لهاد البلاصه هادي، لو كان كون مشات العافيه للبلاصه اخرى ثاني. شوفوا الاخوان النخل كي ولا طلعت مع العافيه من لتحت. هذا الاخوان المكتب، هذا شي مكتب، هذا مكتب حسب معلومات بانه واقف فيه وثائق مهمه كلها كلاتها النيران. تواجد الشرطة القضائية وكذلك السلطة المحلية بعيد المكان من أجل المعاينة ويعرفوا أش وقع بالضبط.
حتى الاخوان هادشي ماشي 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 عادي، راه مكتب، هذا مكتب، مكتب وفيه وثائق. هذا المركز هذا واش كان، واش كان، واش مسدود، واش كان مسدود، واش ما 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 واش ما بقاش خدام، واش ما عرفت. والله دابا كت ملاير كتخسر على هاد المراكز بحال هكا وما كتستغل حتى شي حاجه. غنشوفوا الاخوان كلشي مصدي هنايا، كلشي انت انت كلشي مصدي، كلشي كلشي انت 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 النخله الاخوان، النخله، النخله راه كلا النخله انت انت الاخوان انت الاخوان. الوقاية المدنية راه دخلات، تم الإخماد ديال هاد الحريق، ولكن ولكن هاد البيرو هذا راه البيرو اللي اللي سميتو راه هو اللي هو اللي كانوا فيه الوثائق، راه فيه وثائق المهم كتبان، كاين وثائق، كاين كاين سميتو كاين أجهزة ديال فوتوكوبي وداكشي كلها تم الإتلاف ديالها. الوقاية المدنية راه كانوا الإخوان بعين المكان، كذلك الشرطة القضائية، السلطة المحلية ديال الملحقة الإدارية ولاد أحمد رفقة الأعوان ديالو. هذا الإخوان المركز من برا، الإخوان اللي ما عرفناش هذا المركز هذا راه أنت هو على مقربة من مقبرة الرحمة، وكذلك مجاور لواحد ليسباس ديال لامور ديال الطب الشرعي ديال الرحمة. هذا المركز راه ما واش ما واقع على ما ظن كان مسدود، هذا المركز هذا كان مسدود، هو مركز دابا كيضيع وكان مسدود، ما ما مستغل حتى شي حاجه، ما علاش الله اعلم. دابا حاليا هاي العافيه شعلات في اللور، شدات في ذاك البيرو اللي فيه الوثائق، كاين الاخوان شي حاجه ماشي تليه. إذا ما سبقوش الأحداث، الشرطة القضائية وكذلك السلطة المحلية بعين المكان من أجل المعاينة فتح تحقيق، ما سبقوش الأحداث في انتظار النتيجة. بالنسبة للإخوة اللي عاد التحقوا بهذا المباشر، هذا راه هذا المركز التأهيل الاجتماعي اللي تابع للتعاون الوطني بمدينة الرحمة المجاور لمصلحة الطب الشرعي، وكذلك مقبرة الرحمة شعلات فيه العافية من 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 الجهة اللورانية، والعافية تسربات من تما تسربات لواحد البيرو فيه وثائق مهمة على ما أظن، كاين وثائق مهمة وكاين أجهزة مهمة، أجهزة إلكترونية مهمة تما. شكون اللي كان مكلف بهذا 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 سميتو بهذا هذا المركز؟ نخليو الشرطة القضائية والسلطة المحلية دير الخدمة ديالها، وإلى مباشر آخر بإذن الله، تبقوا على خير.